موجز بأهم الأخبار، أهلا بكم. استنكر المجمع الفقهي العراقي الإساءة لصحابة النبي مطالبا باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يزرع الفتنة بين العراقيين حفاظا على السلم المجتمعي. وأوضح بيان للمجمع الفقهي أن احترام المعتقدات والمقدسات من مقتضيات التعايش بين مكونات المجتمع، ولا يحق لأحد التجاوز على عقائد المكون الآخر ورموزه الدينية، مذكرا بأن قانون العقوبات العراقي في المادة 372 يدين كل من أهان علنا رمزا أو شخصا أو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية، داعيا ديوان الوقف السني إلى توحيد خطبة الجمعة المقبلة تحت موضوع تبيان فضل الصحابة. في غضون ذلك، استنكر أيضا ديوان الوقف السني لطمية للرادود باسم الكربلائي بثها على قناته في يوتيوب وأساءت كلماتها لصحابة النبي محمد، وطالب الوقف في بيان بالتحقيق الكامل في ملابسات القضية ومعرفة من يقف وراءها وتقديم المتسببين فيها إلى القضاء، داعيا إلى تعميم الفتاوى الشرعية المحرمة للإساءة إلى الرموز الدينية، فضلا عن مراقبة ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام والتواصل وفحص محتواه من النواحي الشرعية والقانونية والاجتماعية. لجنة الأوقاف والعشائر النيابية أدانت إساءة الردود باسم الكربلائي لصحابة النبي محمد في لطمية مسجلة، وطالبت اللجنة في بيان ديوان الوقف الشيعي بتحمل مسؤوليته القانونية والشرعية عبر التدخل السريع لإيقاف التجاوزات المتكررة والسعي إلى تكريس الفرقة والانقسام، قائلة أنه لا يمكن السكوت على جرأة مهاجمة أصحاب النبي لإثارة الفتن بين أبناء البلد الواحد. في الأثناء، طالب زعيم تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر المؤسسات المختصة بضرب المفتنين، وذكر الخنجر في تغريدة أن تحالف السيادة لن يسمح بأبواق الفتنة المأجورة أن تعبث بالوحدة والأخوة، وأن آل بيت النبي وصحابته رموز وقادة وقدوة، واصفا إياهم بالجيل الأول الذي ضحى بكل شيء من أجل الدين والأمة. سياسيا، قال القيادي في تحالف السيادة أحمد المساري أن التيار الصدري يمثل قوة كبيرة في الساحتين السياسية والشعبية ولا يمكن تجاوزها، مضيفا في برنامج مع ملا طلال أن اجتماع تحالف السيادة مع الديمقراطية الكردستاني وما نتج عنه ليس ضد الصدر. نتابع الاجتماع اللي حصل اليوم وما ترشح عنا هو ليس اجتماع ضد الصدر ولا ليس بالتنسيق مع الصدر. الصدر هو جزء من التحالف الثلاثي، مثل ما قالت السيدة فيان بأنه انسحاب السيد الصدر من البرلمان. التحالف الثلاثي اللي مات اليوم، يعني هو التحالف الثلاثي مع الأسف بانسحاب الصدريين مع التحالف الثلاثي، لكن لا يمكن تجاوز الصدريين كقوة سياسية على الأرض، ويجب أن ننسق معهم، وهذا اللي نؤمن به إحنا. الصدريين موجودين كقوة سياسية ولديها كتلة جماهيرية ولديها طاعة كبيرة لجمهورها لها، فلذلك لا يمكن تجاوزهم. ومن جانب الإطار، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إنه لا داعي بعد للحديث عن حل البرلمان المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا، وذكر المالكي في تدويرة أن القضاء حكم بعدم جواز حل البرلمان، وهذا يعني لا انتخابات مبكرة إلا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، داعيا إلى تكريس الجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان والإسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل الخدمات والاستقرار على حد تعبيره. جهته، جدد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي دعوته إلى عقد اتفاق سياسي يفضي إلى اعتبار المرحلة الراهنة الانتقالية تبدأ بتشكيل حكومة وتنتهي بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. وذكر العبادي في تغريدة أن أي مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالا على الشعب والدولة، مشددا على أن مصالح الشعب واستقرار البلاد أعلى وأغلى من أي مصلحة حزبية أو فئوية. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة.